نظام الملك حلو ايه دلوقتي؟ اكيد بيفكر في طريقة الانتقام. عارف اخيرا قطعت صيامك. مش بخاطري، لما السما فتحت وشفت كان لازم ابشركم ان التلاتة الهربلين دول هيحكموا العالم. من هناك هنحكم العالم. اخدكم لامير فقال هيتقال اموت. اقسم بجلال الله حركه من حركاتك لكون قتلك ودفنك تحت القلعه بتاعتك. فاهمه ولا لا؟ هي فاهمه فاهمه. الرحله هتطول شويه. كلوا واغسلوا جسمكم والبسوا الهدوم الجديده. وفكروا في تهديد الاخير كويس قوي. ما هو يا تسمعوا كلامي يا اما هتموتوا. اصل خلاص حتى التشويه بقى خساره فيكم. ادفعوا. تعالي قومي. ومين صاحب قلعة ألموت؟ قلعة ألموت صاحبها أمير ديلامي اشتراها من سنوات طويلة وهربان فيها من الدنيا. ويا حول الحراس لما بيجي ياخدوا طلبات القلعة بيقولوا ان هو راجل عجيب مقضي حياته ما بين اللهو والندم. ليله بيصلي وبيذكر وليله بيشرب وبيذكر وفجاه بيجري من فوق القلعه وبيصرخ. عنده جواري من كل انحاء الارض وساعات بيعيط من الندم بصوت عالي وساعات بيعامل الحراس والخدم على انهم اهله ومره يسجنهم ومره يعذبهم. عنده حراس كتير اكيد؟ لا مش كتير، كبرهم راجل نيشان. ده راجل اصفر وحزين ودايما جعان، بس في ثلاث فرسان شداد جوه القلعه، جوان وبرقاش وحميد. مسكين مسكين الامير مهدي. الاتباع والدعاء وصلوا يا مولانا. اهلا بالاحباب. انتوا اللي لبيتوا دعوه الحق وصدقتوا دعوتنا في وقت قال فيه الصادقين. ما عليكم الا الطاعه وما علينا الا تحقيق الوعد. اولادكم اولادي هيتربوا في القلعه، هيتعلموا علوم الفلك والرياضه والفروسيه ويكونوا ضامنين لاهلهم دخول الجنه. المال اللي معانا مش لينا، للدعوة. احنا مش أهل مال، وكذلك السلاح لا نحتاج إلا خنجر أو سيف، الباقي توزعوه على من تثقوا فيهم فقط. من هنا العالم كله هيعرفنا. اختفوا في الجبال وانتظروا الوعد والإشارة. لهب يضوي فوق سطح كل قلعة من القلاع، ساعتها تحوطوها. أول قلعة قلعة كاردكوه، وبعد كده تظهر النار فوق قلعة ألموت، وساعتها يبقى بدأ الوعد العظيم، وعد النصر وقيام قيامة الأعداء. سيروا على بركة الله ووهبوا أرواحكم للطاعة. بعد الظهور يأتي الخفاء حتى يأتي وقت إفشائه. أعدوا نفسكم للفوز بدخول الجنة، لأني أبشركم أنا صاحب مفتاح الجنة. الله الله الله.